اليوم انطلقت ركله البدايه. دادا يا صلاح، مول يا صلاح. <applause> للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. دا شي هنتبدي أخبارنا الرياضية مع فريق الأهلي اللي بيستعد حالياً لمباراة طلائع الجيش من خلال مجموعة من التدريبات الحماسية اللي تمت علي ملعب مختار التتش بالجزيرة وفيها عقد الجهاز الفني محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق التدريبات البدنيه، والبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للاهلي عمل محاضره للعيبه واتكلم معاهم في امور فنيه خاصه بمباراه انبي اللي خاضها الفريق اول امبارح في الجوله ال 32 من بطوله الدوري الممتاز. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أغسطس بعد ما خلصت منافسات التصفيات المؤهلة لكاس العالم وكاس الأمم الأفريقية وتصدر المنتخب البرازيلي قائمة المنتخبات وجاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني وحافظ المنتخب المصري على المركز الأربعين عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا المعسكر الاول للمنتخب الاولمبي المصري تحت قياده المدير الفني البرازيلي روجيريو ميكالي هيبدا يوم واحد سبتمبر اللي جاي في مدينه الاسكندريه وميكالي وجهازه المعاون بيشتغلوا في الوقت الحالي على مراجعه كل التفاصيل والترتيبات المتعلقه بالمعسكر والاستقرار على قيمه اللعيبه المنتظر انضمامهم قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اللي أجريت في مدينة اسطنبول التركية أصفرت عن مجموعات قوية المجموعة الأولى آيكس الهولندي ليفربول الإنجليزي نابولي الإيطالي رينجرز الإسكتلندي المجموعة الثانية بورتو البرتغالي أتلتيكو مدريد الأسباني باير ليفركوزن الألماني كلوب بروج البلجيكي المجموعة الثالثه بارن ميونخ الالماني برشلونه الاسباني انتر ميلان الايطالي فيكتوريا بيلدسن التشيكي والمجموعة الرابعه اينتراخت فرانكفورت الالماني توتنهام الانجليزي سبورتنج لشبونه البرتغالي مارسيليا الفرنسي اما المجموعة الخامسه فبتضم ميلان الايطالي تشيلسي الانجليزي رادبول سولزبرغ النمساوي دينامو زغرب الكرواتي والمجموعة السادسة ريال مدريد الأسباني لايبزيك الألماني شاختار الأوكراني سالتك الاسكتلندي والمجموعة السابعة مانشستر سيتي الإنجليزي إشبيلية الأسباني بوروسيا دورتموند الألماني كوبنهاجن الدنماركي والمجموعة الثامنة باريس سان جيرمان الفرنسي يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الاسباني تم تتويجه بجائزه افضل لاعب في اوروبا وتفوق كريم بنزيما على تيبو كورتوا حارس ريال وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الانجليزي كمان توج الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني بجائزه افضل مدرب في اوروبا وفاز انشيلوتي بالجائزه على حساب باب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورغن كوب المدير الفني لليفربول